السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم ويوم جديد من منشط. النهاردة الجمعة 10 ذو القعدة 1443، 10 يونيو 2022، 3 بقونا 1738. خليني نتقدم بخالص العزاء لأسرة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الأسبق، توفي عن عمر 61 سنة. عمرو نصار الحقيقه من الوزراء اللي يعني اغلب يعني مش اغلب الحقيقه، انا يعني قربت منه شويه في فتره عمل في الصحافه الاقتصاديه، وهو كان من الشخصيات الاقتصاديه البارزه، وتولى طبعا وزاره الصناعه في 2018 بعد المهندس طارق قبيل، كان في حكومه المهندس شريف اسماعيل. ساب الوزاره 2019. من الوزراء اللي او من الشخصيات المصريه اللي بتلقى ولاقة كل احترام وتقدير في اثناء وجوده في المنصب وقبل المنصب وبعد المنصب. فالحقيقه خالص العزاء لاسرته، وده من ضمن الحاجات اللي الواحد بيبقى يعني دايما يدعي ربنا سبحانه وتعالى انه لما يموت الناس تفتكره بسيره طيبه. يعني أول ما قريت إنه المهندس عمرو نصار توفى، التعليقات من شخصيات كبيرة جدا ومن يعني ناس من الشعب عادي، أي حد كان يعرف عمرو نصار حتى من قريب، حتى الناس اللي داخل الوزارة وزارة التجارة وزارة الصناعة لما كان وزير، يشهدوا لهذا الرجل كل احترام وكل تقدير. فخالص العزاء لأسرته وخلص العزاء لمحبيه، وربنا يدخله الجنة بإذن الله. في 23/8/2021، يعني تقريبا كده من 10 شهور، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان صريح جدا في طرح قضية الوعي، كان في مداخلة تليفونية مع زميلتنا الأستاذة عزة مصطفى، وطرح قضية الوعي وتحصين الشباب. ولما طرحت قضية الوعي كان ضيافة، كانت مستضيفة الأستاذ عبد الرحيم كمال. لما طرحت قضية الوعي بدأ كتير جدا من الناس يكتبوا يعني ازاي ما يكونش عندنا وعي بالقضايا المتاحه، ازاي ما يكونش عندنا وعي بالامور اللي احنا بنمر بيها، ازاي ما يكونش عندنا وعي بالمشاكل الداخليه والخارجيه، ازاي ما يكونش عندنا وعي بحمايه بلدنا، ازاي ما يكونش عندنا وعي بحمايه شبابنا، ازاي والكلام كتر في هذا الامر. انا بكلم حضراتكم من 10 شهور منذ ان تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشره الى الشعب في هذا الامر، وكان تحدث قبل كده مرات ومرات ومرات، لكن في المداخله دي كان التركيز محدد، وبدات الناس تهتم والناس تتكلم. احنا النهارده في الحلقه بتاعت النهارده هناخد حضراتكم في جوله الى الوعي المطلوب في كذا قضيه. اول قضيه الحقيقه يعني قضية صعبة ومستفزة ومستفزة، لكن احنا مضطرين نتكلم فيها. مش مسألة ان انت بتنشر غسيلك على الناس او الناس بتقول ان لا، ده مسألة ان احنا لازم نعيد كشعب، نعيد هيكلة نفسنا في مش في قضية واحدة ولا مجال واحد، لا، نعيد هيكلة نفسنا كل شوية، نعمل كده ريستارت، كده نعمل كده يعني نطفي الراوتر بتاعنا وناخد نفس وبعدين نشغل الراوتر تاني، لان احنا داخلين في بعض القضايا بحس ان احنا داخلين وش على يعني جهل صعب انه يتصنف. في مدينة إدكو في محافظة البحيرة فجأة كده بلعت مجاري مفتوحة، فجأة في ناس بتاخد المية المجاري وبتتبارك بيها فجأة.
فجأة واحد بياخد مية المجاري وبيرشها على التوك توك تبركا بمية المجاري، فجأة واحد بياخد المية ويحطها على جسمه ويستحمى بيها، فجأة واحد بياخد مية المجاري وبيروح حاطط دماغه في البلاعة بتاعت المجاري وبيطلع ومية المجاري لازقة في وشه ولازقة في راسه ولازقة في قفاه ولازقة في ظهره، وهو شايف ان ده امر عادي، وما بين مدافع ومتحفظ ويعني وقرفان من اللي بيحصل تلاقي فيه اراء. انا بستغرب، هو المدافع ده بيدافع عن ايه؟ هو اللي بيقول ان انا ده ميه بركه، ده ميه حلوه، ده احنا مش عارف ايه، اصل البلاعه دي تبع الجامع، اصل يعني يا عم الحاج انت عايز تفهمني ان انا بخش الجامع، اخش الحمام بتاع الجامع والميه اللي بتنزل من الحمام دي انت حضرتك شايفها بركه عشان طالعه من الجامع؟ طب الجامع نفى، السيد محمد ابو حاطب وكيل وزاره الاوقاف قال لك دي مش تبعنا اصلا، احنا الصرف بتاعنا بيبقى في صرف عام، احنا مالناش علاقه بالبلاعات دي. انهي عقل يستوعب هذا الامر؟ معلش تخيل كده معايا الصور، هتقولي كده في ميه البلاعه باينه شايفينها حضراتكم، الميه صعب، وده بيتزحم على ايه؟ ومشمر رجله على ايه؟ وتشفي ارقام وتشفي امراض جلديه في ايه يا عم الحاج؟ انت بتتكلم في ايه؟ يعني حضرتك انت بتشفي امراض جلديه؟ ده دكاتره الامراض الجلديه ده يعملوا بقى معلش يعني واصله مستمره انت بتتكلم في ايه يا عم الحاج انت؟ بتتكلم في ايه يا ابني؟ بتتكلم في ايه ايها المواطن؟ امراض جلديه اللي بتشفى؟ وحضرتك امراض جلديه ايه اللي تخليك تاخد الميه المجاري دي وتروح ترميها على التوك توك بتاعك، تروح ترميها جنب البيت؟ الفيديو المنتشر مهين للانسانيه، مهين للبني ادم. يعني ايه ميه المجاري تاخدها عشان بتشفي من امراض جلديه؟ يعني ايه؟ فهمني انت وصلت للمرحله دي بالتفكير ده ازاي؟ يعني ارجوك يعني ايها المواطن فكر قبل ما تعمل اي حاجه، يعني يكفينا ما نحن فيه، مش هتيجي في الاخر يعني ارجوك يعني احنا لما روحنا المستريح وكنت زعلانين وبقول لك الدوله سابت، الدوله هتسيبك في ايه يا سيد الفاضل؟ ده انت رايح تاخد قرض من البنك عشان تاخد فلوس فلوس القرض، الواحد بياخد فلوس بيروح قرض، اي حد ما بيروح ياخد قرض من البنك بيبقى خلاص يعني المسائل يعني خلاص هنا، ما فيش قدامه الا يروح البنك عشان ياخد قرض. انا بكلمك على المواطن العادي اللي هو زيي وزي حضرتك، انا هروح اخد قرض من البنك يبقى خلاص المساله وصلت معايا لمرحله ان انا مش قادر اعمل اي حاجه ولا قادر استلف ولا قادر اعمل. انت حضرتك راح تاخد قرض من البنك وتاخد القرض قيمه القرض وتروح تديه لواحد عادي جدا مستريح خد الفلوس بتاعت حضرتك وقال لك ابراهيم نفخه ونفخ حضرتك، بعد كده حضرتك جاي تدور عليه وبعدين ما لقيتوش تقوم تقول لي ايه؟ الدوله سايبانا، الدوله مش عارف، وحضرتك اول ما تعمل تروح جايب عربيه الاسعاف وتحرقها ومش عارف ايه وبتاع. ارجوك درجه الوعي مطلوبه، درجه الوعي مطلوبه. يعني انا ما اعرفش برضو يعني تجيب ميه من البتاع من المجاري وتحطها على جسمك، اصل جسمك فيه حبوب. الدكتور هشام الناظر استشاري الامراض الجلديه الدكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلديه، والدكتور هاني الناظر على فكره ما كان ماسك المركز القومي للبحوث، ومن وقت بعد المركز القومي للبحوث وبعد ما تركه وهو يتمتع بمصداقيه كبيره جدا في الشارع، والناس الحقيقه من الناس او من الدكاتره، الدكتور هاني من الدكاتره اللي الناس يعني بتسمع الكلام لما بيتحدث في مثل هذه الامور. برحب بيك يا دكتور هاني، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا يا جابر بيه، اهلا بسيادتك. المرض الجلدي هل له علاقه بالصرف الصحي؟ والله يا حضرتك يعني انت عارف انا بضحك وحزين في نفس الوقت. يعني كارثه صحيه بكل المقاييس. يعني انت حضرتك لو تعرف
مياه الصرف الصحي دي بيبقى فيها كم قد ايه من الميكروبات، سواء فيروسات او بكتيريا او فطريات او يعني مركبات كيماويه ومعادن، كلها مدمره لصحه الانسان. ازاي حد يعني يجيله باله ان دي بتشفي مرض جلدي؟ ده هي دي الحاجات اللي ممكن تجيب امراض جلديه. يعني انا النهارده المايه دي فيها بكتيريا، البكتيريا دي لو جت في الجلد وعملت تسمم هتعمل دمامل وقرح وخراريج ويمتصها الدم وتوصل للاعضاء الداخليه. فيها فيروسات ممكن تصيب الانسان بمشاكل عديده، منها مثلا حاجه مشهوره فيروس التهاب الكبد الوبائي ايه الف، ده بيجي دايما عن طريق الفضلات بتاعت الانسان، صحيح صحيح صحيح. والفطريات اللي بتيجي في الجلد التانية وغيرها كلها موجودة في مية المجاري. ده غير بقى المركبات الكيماوية اللي ممكن تبقى موجودة وتأثر، ده ممكن الإنسان يعني يجيله. لأن خلي بال حضرتك الإنسان لما بيستحمل الحاجات دي الجلد بيمتص المواد السامة والمعادن اللي موجودة في المية، بتخش جوه. هو ما بيحسش يا فندم، يعني هو يعني هو طبعا الموضوع بقى يبدو انه بقاله فتره، لانه البلاعه مفتوحه على البحر، ويبدو ان الموضوع يعني على ما وصل الاعلام قعد فتره يعني. فالنهارده قفلوها، يعني النهارده برضه قفلوها، بس للاسف هم قفلوها بعد ما وصل الاعلام. يعني هم يبدو برضه اجهزه التلفزيون تراخت شويه، لكن طبعا يعني حضرتك لو التلفزيون قدام حضرتك هتشوف ده النهارده بقى. النهارده قفلوا البلاعه وحطوا فيها حجاره والاخر وكده، لكن والبني ادم بيستخدم ده. هل الرياح نفسها يا فندم مش مؤذيه؟ يعني هل الرياح نفسها وهو بيطلعها كده من البلاعه وبيحطها على جسمه يعني مش مؤذيه؟ ده ممكن حاجه تخش بقه يعني. دي ممكن تعمل حساسيه في الجلد حضرتك. يعني احنا ساعات لما بنتعرض لشويه ملوثات في الجو بعربيات واللي بيطلع من العربيات بيجي لنا حساسيه، فما بالك انت بقى حاجات. وبعدين ايه، في نواتج تخمر موجوده بتطلع انواع من الغازات طبعا بتاثر على الصدر وبتاثر على الرئه. يعني ممكن يحصل فشل كلوي، ممكن يحصل فشل في الكبد، ممكن يسيب الدم بسموم، ممكن يأثر على الجهاز العصبي. يعني انت عارف لو قعدت اقول لحضرتك كميه الامراض اللي ممكن تيجي من الاستحمام المجاري. وبعدين انا شفت الفيلم ده، في شاب من شايفه انا عنده حب شباب في وشه بيغسل راسه، طب ما الميه دي دخلت في بقه وفي عينه وصلت، يعني هتأثر على الجهاز الهضمي. النزلات المعويه اللي بتجي لنا ساعات، لما ساعات يقول لك انا اكلت اكل بره مش قوي ورجعت عندي اسهال وقيء، ده من الاكل. فتخيل ان انا باخد بقى المجاري تخش جوه بوقي، يعني شيء خطير. وكويس طبعا ان هم تدخلوا، بس انا في راي سيادتك ان احنا يعني الناس اللي في المنطقه دي محتاجه حملات توعيه. لان ممكن الكلام ده يتكرر تاني، لازم يعني لازم اشتغل على مخ البني ادم برضه. هو انا مش معلش يا دكتور هاني، انا مش مستوعبها بصراحة. يعني أنا مش مستوعب إن بني آدم يفكر إن مية المجاري بتشفي أمراض جلدية. يعني أنا مش كلام برضو كان بيتقال على طمي البحر الميت، لو نتذكر برضو إنه برضو بيجيبوا طمي البحر الميت وبيشفوا من بعض الأمراض ولا آخره. يعني برضو مش عارف. استحمام في المياه المالحة دي حاجة ظاهرة صحية معروفة علميا، يعني الاستشفاء في البحر زي في سفاجة والبحر الأحمر ده حاجة علمية كنت صحيحة. يعني الملح يساعد في علاج الصدفيه تمام، بس ده مياه البحر الطازجه يعني فريش، انما دي مياه مجاري، ده وجه المقارنه اطلاقا يعني. ما هو اللي بيتكلم بيقول، في واحد من ضمن اللي بيتكلموا قال ما البحر الميت وطين البحر، قال كده البحر الميت وطين البحر الميت وطمي البحر، فهو مش فاهم الربط ما بين الاثنين يعني. لا طبعا البحر الميت ده على فكره ميته مالحه جدا، يعني لا يمكن تنمو فيها اي بكتيريا ولا فطريات ولا فيروسات. لا ده بالعكس هو مش فاهم وبيقول، ما هو برضه دي حاجه فيها جهل برضه، ان هو مجرد يقارن بحاجه زي كده. فاحنا محتاجين توعيه صح، وعي يا فندم، وعي. لان ده طبعا وعي، واثنين طبعا كويس ان حصل تدخل في المحافظه وقفل المكان، بس لازم يتاكدوا ان ده مش هيحصل تاني. لان اذا كان ده حاجه راسخه في اذهان الناس فيستنى شويه برضو إيجاره ويرجع تاني، لان انت عارف ساعات العقليه لما بتبقى في دماغك فظيعه فظيعه. طبعا فظيعه فظيعه. التوعيه الوعي التوعيه وفهم الناس خطوره الكلام ده، صحيح. والناس ده صحيح. كلام علمي وبعدين صحيح. يعني انا بشكرك انك انت بتتكلم في الموضوع، لان لازم الناس تفهم خطوره الموضوع ده، ولازم تشوف حضرتك دلوقتي.
وبالذات ده الكلام اللي ستك بتقوله، اه فده خطر، خطر صحيح، صحي مع حضرتك قاتل، تمام، مع حضرتك خطر تمام. قاتل. بما انه يعني حضرتك متواجد معانا وبكره طقس شديد الحراره وفي تنبيهات انه خلوا بالنا من نفسنا ومحدش ينزل الا للضروره، ايه نصايح حضرتك للحفاظ على جلد الانسان يعني في الجو الحر ده؟ بشوف حضرتك طبعا بكره، انا يعني بنصح كبار السن واصحاب الامراض المزمنه والاطفال الصغيرين والناس اللي بشرتهم حساسه، يعني في ناس بطبيعتها بشرتهم بتبقى بيضاء ما يستحملوش الشمس، لا يا ريت تخليك في البيت طالما يعني ما انتش محتاج تخرج. اما المضطر، المضطر بقول له لو سمحت لما تخرج يبقى معاك حاجه تحطها على راسك ضروري، يعني كاب كده، امسك شمسيه في ايدي، يعني شمسيه لطيفه صغيره كده بحطها لو انا مستني اتوبيس همشي في الشارع، يعني خاصة فترة الظهيرة ودي أصعب فترة، وهتقول اللي هي إيه؟ من الساعة تقريبا 11 الصبح صحيح. للساعة 2 الظهر. دي أشعة فوق بنفسجية قصيرة الموجة مؤذية جدا وتسبب ضربات الشمس، لابد نحمي نفسنا، نفسنا. كمان نلبس حضرتك بعد إذنك ملابس قطنية بيضة أو فاتحة، يعني ما ينفعش في الجو ده أمشي لابس قميص أسود أو كحلي أو بني، ما لأن ده ينفعش، يحتفظ حضرتك بالحرارة، ما بتقول ما ينفعش. ينفعش، ما ينفعش. مضر. اه طبعا يعني اي لبس غامق في الوقت ده مضر. ما ينفعش، لازم ابيض لبني فاتح كده ريحه الحراره، والقطن طبعا بقول للشباب البس الفانيلا تحت القميص، يعني وقت العنطره ده وامشي مش لابس، لا ده اه بلبس كتير فانيلا، بيلبسوا الفانلة اللي هي بحمالات، ما حدش بيلبسها، الفانلات الداخلية يعني. تمتص العرق وتحمي جلدي من الاصابه بالفطريات. كمان حضرتك يعني يعني بنصح السيدات والانسات ما فيش داعي في الجو ده ان هي تخرج وحاطه فول ميك اب على وشها وتمشي، او حاطه برفانات او كولونات تخرج في الشمس، لان دي بتتفاعل مع الشمس وبتعمل حساسيه في الجلد يعني بتاعها. الميك اب بتاع الوش الكتير اللي بيتحط ده بلاش منه. ما ينفعش في الشمس خالص. كمان يا ريت دايما، عشان في عاده عند بعض كتير مننا الحقيقه في الجو ده هي بيستحمى بميه سخنه، طبعا انا محتاج ابرد جسمي، فلما بستحمى بميه سخنه ما متعود يا دكتور يمكن. لا، ما هنا بقى انا اكثر التعود دون، ما هو لازم اتعلم بقى، لان انا بحط ميه سخنه في الجو ده على الجلد بتساعد على ان الشرايين توسع، فكميه الدم راحة الجلد تبقى اكثر، فانا هتعرض لحراره اكثر، انا يعني ما هتعرض. يعني حضرتك بي 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 بتمنع ولا بترشد استخدام لا المياه السخنة على الجسم؟ يعني لو تمنع عايز يستحمى بلاش خالص المياه السخنة الجو في ده، الجو ما ده. ينفعش تتعمق ميه سخنه، لازم تبقى ميه بارده عشان احافظ على الجلد. كمان طبعا لازم اشرب ميه كتير في الجو ده، يعني مش اقل من 3 لتر متوزعين على اليوم، 3 لتر ميه. اما متوزعين على اليوم ضروري. ناخد بالنا كمان في الجو ده من الاكل، يعني ايه؟ نكتر من الحاجات الطازجه، الخيار والطماطم والجزر والسلطه والخس، الحاجات دي بلاش، بلاش انت عارف المخللات الكتير، وبلاش الاكل السمين واللي فيه دهون، لان الحاجات دي بتسخن الجسم. طب تنصح، معلش يا دكتور، ست البيت تنصحها تطبخ ايه؟ معلش ده سؤال يمكن بره المنهج، لا بس في ابدا، اليوم ده ده بالعكس، تطبخ ايه يعني؟ لا ده بالعكس، بلاش الطبيخ اللي فيه انت عارف دهون كتير. ليه؟ لان دي بتسخن الجسم. ناخد نعمل حاجات خفيفه، نكتر من الصلصه الخضراء زي ما قلت لحضرتك، الحلو مثلا بلاش الحلويات المسكره لانها برضو بتدي طاقه بتسخن ايوه الجسم، انما اكل بطيخ، اكل كنتالوب، يعني انت عارف الحاجات البارده العصريه دي بتبقى احسن كتير، الخيار حلو قوي في الجو ده، وابعد عن الاكل كتير طبعا لان ده تمام بيسخن. تمام دكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، بشكر حضرتك شكر جزيل يعني الإطلالة اللي حضرتك عملتها لنا في هذا الإطار، و يعني مش هكرر تاني او مش هرجع تاني للكلام اللي هو بتاع قضية الوعي، وان احنا لازم ناخد بالنا من اي قضية تثار قدامنا كيفية تناولها، ازاي نوصل لمرحلة ان احنا نصدق اللي بيطرح قدامنا، سواء اذا كانت شائعة سواء اذا كانت، يعني النهاردة مثلا عايز اقول لحضراتكم في نهاية الحلقة عندي ضيف جديد شوية المسمى الوظيفي بتاعه، يعني اسمها إدارة رضا المنتفع، خلي بال حضراتكم الكلام، إدارة رضا المنتفعين،
حضرتك ممكن تقول هو في حاجه اسمها اداره تبدا ده تقريبا في حمايه المستهلك او في وزاره التجاره والصناعه او في وزاره الماليه او في، لا دي في وزاره الصحه، لا ده في من ضمن اليات المنظومه التامين الصحي الجديد، واخدين بال حضراتكم؟ من ضمن اليات منظومه التامين الصحي الجديد. التامين الصحي الجديد بيطبق حاليا في 3 محافظات، بورسعيد، اسماعيليه، الاقصر. ان شاء الله في الفتره القريبه يعني كمان 10 سنين خلاص هيغطي جميع محافظات الجمهوريه. طب حضرتك في بورسعيد واسماعيليه والاقصر حاسس بانه في قانون او نظام تامين صحي جديد وشامل؟ اه موجود يا فندم، لكن الموضوع هنا ان الراجل او الضيف هيتكلم على ان ازاي نقدم لك خدمه صحيه وازاي نقول لك انت راضي عنها ولا لا. لو واحد جه قال لك كده تقول له في مصر؟ اه لا مش هصدق. لا صدق يا فندم، صدق صدق يا فندم صدق، لان الناس كمان زي ما بقول لحضرتك كده درجه الوعي نفسها لازم توصل لمرحله الثقه، والثقة كمان من الخبير يقول لك كذا أو الدكتور يقول لك كذا أو المتخصص يقول لك كذا أو المسؤول يقول لك كذا في هذا الإطار. بنتكلم على درجة الحرارة، في يعني تحذيرات شديدة جدا من العقارب والتعابين، وإنه في الدكتور محمد علي فهيم ده مستشار وزير الزراعة رئيس مركز التغير المناخي، الحقيقة عنده شوية نصايح وعنده شوية كلام في هذا الإطار، يعني اتمنى انه يكون معانا على التليفون. هو يقول لحضرتك بالظبط يقصد ايه من معانا. طيب دكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعه ورئيس مركز التغير المناخي، برحب بيك يا دكتور. ازاي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير. اهلا وسهلا استاذ جابر. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. احنا قرينا لحضرتك كده شويه حاجات كنت كاتبها على صفحتك وبتتكلم فيها الحقيقه كلام في منتهى الاهميه بمناسبه ارتفاع درجات الحراره. ممكن توجه هذا الكلام للمشاهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مصر في امامنا ايام قليله ونخش في فصل الصيف الفلكي، او نقدر نقول فصل الصيف الحقيقي. 21 يونيو بدايه فصل الصيف في مصر. تمام. جاء فصل الصيف، طبعا احنا النهارده كمان 2 بقونا، معروف شهر بقونا، يعني اهلنا المزارعين عارفين انه اسمه ابو الحراره الملعونه، اسم الشهر كده يعني. او بقونا ابو الحراره الملعونه. ده مثل من الامثله القديمه للفلاح المصري. تمام تمام. وحقيقه هو الارتفاع المتوقع في درجات الحراره، طبعا النهارده كان في ارتفاع وبكره هيكون في ارتفاع اكبر. تمام. على جميع المستويات. تمام. درجات الحراره هتتجاوز في قيم قياسيه صحيح. كبيره بس صحيح. ما بتحصلش. 49 48 49 في الحدود بالمناسبه المعارف. دائما وابدا حرارة الربيع في مصر نهاية الربيع ما بتحصلش في الصيف، يعني درجات حرارة في الصيف لا يمكن أن تتجاوز الرقم اللي هيحصل بكره، بكره فوق ال 2 43 44 تمام 45 كمان في مناطق الجنوب. تمام. خلينا نعرف إن أصبحت الشمس الآن عمودية على مدار السرطان قريب من أسوان، فأصبحت الأشعة أشعة الشمسية قصيرة حرارتها كبيرة وعالية، يعني أنا بنصح كل أهالينا مزارعين وغير مزارعين بعدم التعرض للشمس مباشرة بطريقة مباشرة في فترة الظهيرة تحت أي حال من الأحوال. حضرتك بتحذر من خروج العقارب والتعابين من جحورها بشكل ملحوظ، صح؟ أنا لسه أقول بسبب هذه الحرارة المرتفعة والطاقة الحرارية الكبيرة بيجي للزواحف وهي ذوات دم بارد بتيجي على الفترة بتاعة الظهيرة وآخر النهار تبتدي تسعى انها ترطب جسمها، فبتشوف اي اماكن في رطوبه في ظل فتسعى للموضوع ده، في الغالب بيكون في المناطق الظهير الصحراوي وبعض المناطق الريفيه، طبعا مش في اي منطقه. فاللي المزارع او بالذات الاطفال يحاولوا على قد ما يقدروا ما يمشوش من غير حذاء، من غير اي او يلبس احيانا حاجه تقي رجليه من ان يمشي على حشائش او مناطق بارده في فتره اخر النهار بالتحديد، لان لا قدر الله ممكن يكون في موجود اي من الزواحف الموجوده فممكن يحصل مشكله، فدي نقطه مهمه جدا يخلي بالهم منها.
النقطة الأهم زي ما قلت لحضرتك بعدم التعرض لأشعة الشمس. تمام. أنا الدكتور هاني الناظر من شوية مع حضرتك تفضل وقال الإكثار من السوائل وخاصة تناول الفاكهة تمام وتناول الخضروات، كل ده أمور مهمة، البعد عن الأكلات الدسمة تمام والبعد عن المخللات تمام والحلويات والحاجات دي مهمة أوي تمام عشان ما نعملش استنزاف للجسم في فترات الحرارة العالية، وربنا يحفظ الجميع إن شاء الله. يا رب. انت بما ان الخرائط زملائي بيقولوا لي لحضرتك واحنا في المداخله حضرتك فاتح الخرائط قدامك وانت باعتبارك رئيس مركز التغير المناخي وانت بتتحدث، فبيبقى خرائط البلد كلها قدامك، صح كده؟ بالظبط، عندنا نماذج للتنبؤ ل10 ايام لقدام بالنسبه للحراره وباقي العناصر. طب حلو قوي، ال10 ايام دول اخبارنا ايه فيهم يا فندم؟ لا الحمد لله فضل من ربنا ان الموجه القياسيه اخرها السبت في مناطق الشمال، لان بعد كده هيبقى في جبهه بارده جايه من اتجاه البحر المتوسط من شمالا، يعني هتبتدي تبرد الاجواء بدايه من الـ من الـ البدايه من شمال من الساحل الشمالي الغربي وتتجه ناحيه الداخل، بتبريد تدريجي هيوصل على مناطق مصر الوسطى والصعيد على منتصف الاسبوع، فيحصل انكسار كبير في الموجه الموجوده، ولكن برضو نتاكد تاني ان الموجه دي موجه ذات حراره قياسيه مع زياده في حراره الاشعه نفسها، فالناس تخلي بالها من الموجه بتاعه بكره ان شاء الله. بشكرك دكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة رئيس مركز التغير المناخي، بشكر حضرتك شكر جزيل في هذا الإطار. طيب خليني وأنا بكلم مع حضراتكم كده أخد صحافة بكرة بعض العناوين اللي أو بعض المقالات أو بعض الحوارات اللي لفتت انتباهنا في هذا الإطار. خليني هتكلم الأول على أخبار اليوم وتوجيهات رئاسية، 130 مليار جنيه لمواجهة أثار الأزمات الدولية. أستاذ أحمد هاشم بيتكلم عن مد إيقاف ضريبة الأطيان إلى 2023 و5 مليار جنيه حصيلة الضريبة العقارية وتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال للضرائب، والحكومة تتلقى 85 ألف شكوى في مايو منها 13 ألف للإسكان. وأنا بتكلم على أخبار اليوم، الأستاذة يعني أنا بتكلم بقى على الماتش الصعب قوي اللي احنا مرينا بيه امبارح اللي هو ماتش اثيوبيا وكره القدم والرياضه بصفه عامه. زميلتنا سما صالح عامله حوار مع اللواء اركان حرب خالد شكري رئيس جهاز الرياضه للقوات المسلحه، بيقول ان الرياضه امن قومي والرئيس السيسي اكبر الداعمين للرياضيين خلال الفتره المقبله. ما هو شويه تفاؤل بقى، يعني ما هو مش معقول ان احنا هندلنا نتكلم عن منظومه الرياضه، نتكلم عن منظومه الرياضه يعني 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 لازم نحجم الدنيا شويه في موضوع الرياضه ده ونخليه في تفاؤل بقى، نخلي فيه لان خلاص احنا عرفنا المنظومه ماشيه ازاي. ومشروع اعداد بطل ده مهم قوي، وخصوصا البطل الاولمبي، لانه ده الحقيقه مفتقد في بعض الاماكن وبعض الاتحادات الحقيقه ما بتقومش بدورها كما ينبغي ان يكون. لكن خلال الفتره المقبله بيقول اللي هو اركان حرب خالد شكري سنحصد لمصر الكثير من البطولات والميداليات العالمية، وفي إقبال غير مسبوق على المدارس الرياضية العسكرية قلاع الأبطال، وأبطالنا يمثلون 80% من قوام المنتخبات القومية، ونسعى لتقديم جيل من الشباب يتمتع بأعلى درجات الوعي وقوة التحمل والانتماء للوطن. الحقيقة ونعمل على زيارة المنشآت الرياضية المصممة. هي بتسأله سما صالح بتقول له مشروع البطل الأولمبي، ما تفاصيل مشروع البطل الأولمبي؟ بيرد عليها اللواء أركان حرب خالد شكري، قال لها من مهام قطاع البطولة الرياضية تنفيذ السياسة العامة للقوات المسلحة نحو صناعة البطل الرياضي ورعاية الموهوبين في الرياضة للحصول على ميداليات أولمبية، ويتم تنفيذ الخطط والبرامج والمعسكرات الداخلية والخارجية والاشتراك في البطولات المحلية. مشروع البطل الأولمبي الذي تبنته القوات المسلحة اعتبارا من عام 2000 وحتى الآن يهدف إلى رفع اسم الوطن ورفع رايته من منطلق اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة. بيتكلم بقى هذا الأمر، بيتكلم الحقيقة في أو واخد صولات وجولات في هذا الحوار عن صناعة البطل الأولمبي أو صناعة البطل المصري أو صناعة البطل القوي إنجاز التعبير في هذا الإطار، أو البطل الرياضي اللي ينبغي أن يكون في هذا الإطار. المهندس يحيى زكريا رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برضه في أخبار اليوم بيتكلم مع الأستاذ هند فتحي، بيتكلم عن صناعة السيارات والسكك الحديدية تنطلق من شرق بورسعيد،
والتكامل بين الموانئ البحريه والمناطق الصناعيه رفع تصنيف المنطقه عالميا، والهيدروجين الاخضر حسب زميلتنا الاستاذه هند فتحي بتقول او نقلا عن المهندس يحيى زكريا ان الهيدروجين الاخضر هدف استراتيجي لخطتنا في 2020-2025 في هذا الاطار، وده برضو حوار من الحوارات اللي ناخد بالنا منها في هذا الامر. لو انا هتكلم عن الاهرام مثلا، استاذة سالي وفائي كاتبة عن كواليس مفيد فوزي في الاهرام. اتمنى كل الصحة للاستاذة مفيد فوزي، ربنا يا رب يديله الصحة وطولة العمر. واحد من العلامات البارزة في الاعلام المصري، ودايما بنستمتع بيه لما بيكون موجود على شاشاتنا، اي شاشة مصرية دايما بنستمتع بيه ونستمتع بحكاياته. وهي بتقول هنا انه كواليس حكايات لها معنى وربما مغزى وعنوان احدث كتب الكاتب الصحفي والمحاور والاعلام الكبير مفيد فوزي، اللي كان سبب في حب ناس كتير جدا لفن اجراء وقراءه ومشاهده الحوار الصحفي، وهو ملك هذا الفن. والحقيقه هي بتتكلم كلام كتير قوي عن هذا الكتاب وعن اللي هو كواليس الكتاب الجديد او الكتاب المهم اللي هيطرح فيه السوق للأستاذ مفيد فوزي في هذا الإطار. ويعني بتعدد مآثر هذا الرجل أو هذا القيمة أو هذه القيمة الإعلامية المحترمة الأستاذ مفيد فوزي، وإحنا بنشاطر الأستاذة سالي وفائي هذا الأمر، وبنقول للأستاذ مفيد فوزي ربنا يديك الصحة وطولة العمر. وأنا بتكلم عن الأخبار بتاعت بكرة، الوزراء ينفي إسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس إلى شركة أجنبية. أستاذ محمد إبراهيم في صحيفة الدستور نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أمس ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصحف التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس إلى إحدى الشركات الأجنبية. والأستاذ خالد داوود بيقول للشروق حسب زميلنا محمد فتحي عن الحوار الوطني، هناك مؤشرات لجدية الحوار الوطني المرتقب، ولم نضع شروطا للحوار، ونقدر إخلاءات السبيل التي تمت خلال الأيام الماضية، وندعو لتهيئة الأجواء لخلق الثقة في وجود انفتاح سياسي في هذا الأمر. ده بعض الحاجات أو بعض المقالات، بعض الحوارات، بعض القصص، بعض الحكايات اللي يعني لفتت انتباهنا في صحافة الغد بإذن الله. خلونا ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم. طيب عدنا لحضراتكم. انا بس الدكتور محمد عبد الدايم بعت لي بيقول لي مساء الخير يا جابر، ليه نتيجه الشهاده الاعداديه في محافظه الشرقيه لسه ما ظهرتش مع انها ظهرت في الجمهوريه كلها؟ الله يبارك لك، نشهد المحافظ الاهل كلها في توتر، يخلصوها بقى رحمه باولادنا. انا زملائي على حسب معلوماتنا يعني قالوا لي انه النتيجه هتعتمد باذن الله بكره. وانت قلت لي يا سامي 44 ايه نسبه النجاح كانت ضعيفه. يعني حسب زملائي انه نسبه النجاح كانت 44%، فبيعملوا حاجه اسمها رأفة للدرجات في الكنترول، فعشان كده النتيجه تاخرت. لكن الدكتور ممدوح غراب ومحافظ الشرقيه هيعلن بكره باذن الله الامر، وان شاء الله مفيش تاخير ولا حاجه دكتور عبد الدايم، وربنا يزيدك باذن الله. بس فبشكر حضرتك شكر جزيل. الدكتور سامي عبد العزيز بيتحدث عن انه الوعي له اساليب عديده، من الناس اللي دايما اتشرف بيهم الدكتور سامي عبد العزيز، واحد من المشاركين معانا ايضا في اضاءة طريق الوعي للمواطن المصري. يعني نتشرف بحضرتك باذن الله قريب يا دكتور، ونتكلم في هذا الامر بكل تفاصيله، ونتمنى لحضرتك كل الصحه والخير والسعاده دايما باذن الله. هكلم حضراتكم في موضوع من الشياكه ب يعني ب بمكان كده انك تتكلم على حاجه لطيفه وجديده. وانا الحقيقه بشكر زملائي في الاعداد ان هم دايما يحطوا ايديهم برضو على حاجات كده مختلفه وجديده ما يتمش تناولها كتير في الاعلام. في دكتوره اسمها الدكتوره منن عبد المقصود. مين الدكتوره منن عبد المقصود؟
دكتور أمين العبد المقصود الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة. بتعمل ايه دي يا أخ جابر؟ حضرتك معلش يعني انت ممكن تكون تعبان نفسيا شوية وخجول ومكسوف ويعتريك الألم لما حد يقول لك روح لطبيب نفسي، مع ان ده الطبيعي، ده الواحد هو سليم بيحب يروح لطبيب نفسي. يعني الواحد سليم لما يروح لطبيب نفسي كده يعني بصراحة الواحد بيتكيف، لانه الطبيب النفسي بحكم تخصصه بحكم مجاله الواسع بيخش معاك في مناطق وبيكون صاحبك، بيكون صاحبك وانت كمان الحقيقة ما بتصدق، فبتطلع كل اللي جواك فبتستريح كأن في تقل على كتفك. فاحنا وكمان المجتمع تحس كده ان هو لو شعر ان في حد جارك مثلا بيروح لطبيب نفسي تحس كده ان في عار، عار ليه يا عم؟ زيه زي اي مرض، زيه زي اي، ليه تتعامل مع المساله على والمواطن نفسه او الشخص نفسه ليه يحس بنفسه انه مريض للدرجه ان هو مش حابش يتعامل مع الناس؟ ليه؟ يعني معلش انت عارف لما الواحد يقول لك ايه؟ انا اتمنى لنفسي السلام، انا عايز السلام النفسي. شو بص الكلمه، انا بحب السلام النفسي، انا عايز اعيش في سلام مع نفسي. ما هو السلام مع نفسك ده يعني معناه ايه؟ ان انت لازم نفسيا تكون سليم. احنا يعني كفى ما فينا من امراض، كفى ما فينا من مشاكل، كفى ما فينا من يعني ثغرات وازمات وصعوبات، فانت بتروح للطبيب النفسي مش عيب والله. المنصه الالكترونيه بقى اللي عاملاها وزاره الصحه اللي بترأسها الدكتوره من عبد المقصود هتقول لحضرتك انت ممكن تخش على هذه المنصه وتطلب الطبيب النفسي اللي انت عايزه اللي هو مشارك في المنصه وتقول له قدام حضراتكم اهي، حاجه عظيمه. احنا وصلنا لمرحله من الرقي، من الرقي ان احنا نتعامل مع مثل هذه الازمات. حضرتك لو دخلت على هذه المنصه وخش عليها دلوقتي وهتلاقيني صادق في الكلام اللي انا بقوله لحضرتك، مش انا اللي صادق، هتلاقي الدكتوره من عبد المقصود صادقه في الكلام اللي هتقوله لحضرتك دلوقتي. تشرح لنا القصه ازاي؟ هي معانا على التليفون. مرحب بك يا دكتوره، ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ قولي لنا بالظبط لو انا مريض نفسي وحبيت اخش على المنصه اللي حضراتكم عاملينها، يعني او قولي لي بالظبط اهميه المنصه دي ايه للمواطن؟ زي ما حضرتك عرضت الحقيقه بشكل ممتاز، فعلا مشكله الصحه النفسيه في مصر وفي انحاء كتير من العالم ان الناس تبقى مكسوفه تلجا للطبيب النفسي او محرجه او شايفه ان ده حاجه تنقص منها او تقلل من قدرها. فالحقيقه حاولنا ان احنا نقرب للناس بدل ما يعني نقول لهم يجوا لنا. قلنا كل الناس ماسكه الانترنت والموبايل والتليفون ومفيش حد يعني ما عندوش دلوقتي ده. فقلنا خلاص نتواجد بقى في حته قريبه بحيث الناس يعرفوا يوصلوا لنا ونحقق لهم الخدمه باحسن ما يكون وبشكل حركتها يعني اتمنى الناس تشوف بنفسها يعني بجوده عاليه جدا وبمختصين محترمين جدا واخدين تدريب عالي جدا والحقيقه بيقدموا الخدمه بشكل مجاني تماما بس على مستوى عالي جدا من الحرفيه. ايوه الحقيقة. والسريه يا فندم. وطبعا طبعا سريه الحفاظ على الخصوصيه. يعني انا دلوقتي مريض نفسيا او حاسس ان انا عايز احكي لحد حاجه جوايا فممكن اخش على المنصه الالكترونيه مش كده؟ تفتح حساب يعني لازم الاول يبقى لك اكونت زي كده ما بندخل على اي سر يا فندم حاجه سر طبعا سري سر زي ما بندخل اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي لازم نعمل لنا حساب تمام اكونت تمام وبعدين حضرتك بتعمل فيه اختبار نفسي حضرتك بتعمله تمام وبناء على نتيجه هذا الاختبار البرنامج بيوجهك تعمل ايه؟ ممكن يوجهك على شويه نصايح ومعلومات تعرفها اكتر عن المشكله اللي عندك ممكن يوجهك على انك تحجز فعلا اونلاين
حجز يعني كشف اونلاين، او ممكن يقول لك لا حالتك تحت تستدعي انك لازم تروح لطبيب نفسي او المستشفى نفسي تكشف. وفي الحاله دي يعني انت حر برضو، هي مجرد النصيحه. فعلى حسب درجه الشده بتاعه الاختبار احنا بنوجه الناس يتحركوا ازاي. يعني لو لقى الحاله صعبه شويه يقول لي روح لطبيب نفسي، لكن ما بيحددش مين هو الطبيب النفسي. لا طبعا لا ما بيحددش، انما احنا عندنا على المنصه في لا في الكشف الاونلاين عندنا مجموعه من الزملاء هم متطوعين ان هم يقدموا الخدمه، فاساميهم موجوده وصورهم ومواعيدهم المناسبه عشان لو حد حب يدخل يتواصل معاهم بيحجز ميعاد ويتواصل. في دو حضرتك يعني تعتبر المسؤول الاول عن الـ 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 الامر ده او الـ او الـ الـ الفكره طبعاً دي؟ الفريق كبير يعني الحقيقه. لا لا انا بتكلم عن حضرتك المسؤول الاول يعني يعني أيوة. المسؤول عن المنظومه دي انجاز التعليم. أيوة. ايه اكثر المترددين على الـ على الـ يعني في ضوء تحليل البيانات الوارده لحضرتك؟ الحقيقه السيدات مثلا اكثر من الرجال. الحقيقه انه مثلا الناس الغير متزوجين موجودين اكثر من المتزوجين. يعني الغير متزوجين بي 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 بيخشوا بي بي بيدوروا اكتر بي بيعرضوا مشاكلهم. ده اللي هو يعني نقول المراهقين ولا طبعا سن الشباب والمراهقين اكتر ناس برضو موجودين على المنصه، لانه الحقيقه هم دول المجموعه اللي بتحب الانترنت وبتتواصل من خلالها بشكل كبير. بس واحنا الحقيقه يعني الموضوع مستمر، والحقيقه احنا حاطين عداد على على المنصه عشان الناس تعرف عدد اللي بيدخلوا باستمرار عشان الناس تطمن وتتاكد ان الخدمه مستمره. فالحقيقه انا يعني اتمنى ان الناس كلها تدخل على المنصه حتى لو تختبر نفسها وتطلع تاني، يعني مش لازم كل الناس تحجز. نوعيه المشاكل هل يعني حسب ما تتوقعت في اداره يعني في ادار عمليه الرصد والمتابعه اللي حضرتكم برضه بتتابعوها؟ معظم المشكلات الحقيقه متعلقه بالقلق والتوتر اكتر حاجه. يليها مرض الاكتئاب، وبعدين بقى في مشاكل في العلاقات بقى، حد مثلا مشكله مع والده، حد مشكله مع زوجها. يعني انما الاساس في معظم المشاكل تبقى اكتئاب وقلق. هو المرض النفسي متعدد مش كده؟ طبعا احنا عندنا مجموعه كبيره من التخصصات. ايه اكتر مرض منتشر في مصر؟ التوتر والقلق هو الحقيقه زي كل العالم، يعني برضه هو يعني حوالي 25% من البشر عندهم قلق وتوتر. النسبة موجودة في مصر بنفس القدر تقريبا 25%. بعد التوتر والقلق بعدها الاكتئاب. وبعدها امراض شبه الحاجات بقى اللي هي البانيك وال والحاجات اللي لها علاقه بال عايز اقول فصام وذهان واضطراب ثنائي القطب. في نوعيات تانية بقى من الامراض كده، بس بتبقى اقل يعني اكثر ندره الحمد لله، يعني نسبتها مش كبيره في المجتمع. لكن اقول انه اتفضلي من الاكيد طبعا مرض الادمان من الامراض اللي برضو الى حد كبير بدا يعني يبقى موجود بقوه على الساحه، ومرض الادمان مرض نفسي برضو. لكن يعني لحضرتك ال 25% اللي حضرتك تفضلت بيهم في البدايه اللي هو التوتر والقلق، يعني ربع الـ ربع الـ الـ ربع العالم المواطنين. ده اقول صح كده؟ ربع المصريين مصابين بالتوتر والقلق، ولا ربع المصريين اللي مصابين بمرض نفسي؟ لا بص يا فندم، هو 25% من المجتمعات بشكل عام عندها توتر وقلق. في مصر لما عملنا بحث سنه 2017 طلع ان ربع المصريين عندهم مشاكل نفسيه مختلفه، منها التوتر والقلق، منها قله النوم، منها وده حضرتك نسبه طبيعيه، نسبه عاديه يعني. طبعا نسبه طبيعيه، يعني ما اقول ان 25% من المصريين زي العالم عندهم مشاكل نفسيه، عندهم قلق وتوتر، صح كده؟ معلش خلينا نصلح الكلام. ده مهم. ده مهم. عشان كده لا 25% مصابين بمشاكل نفسيه متنوعه. 25% اكثرها التوتر والقلق، وده زينا زي العالم، دي نسبه طبيعيه موجوده في العالم. بالظبط. فما نقول ده مش معناه انه يعني انه في مشكله عندنا يعني في هذا الاطار، لا هو لا موجود في العالم كده. النسب ثابته الحقيقه في مصر زي العالم بالظبط. زي العالم بالظبط. طب احنا هنا يعني سؤال اخير، احنا هنا بنتعامل مع المرض النفسي بصوره طبيعيه ولا بصوره حضاريه ولا بصوره علميه ولا ما بنتعاملش معاه كمواطنين؟
والله الحقيقة إنه للأسف الشديد مازال كتير من المواطنين لسه بيلجأوا للأساليب الشعبية شوية في التعامل مع المرض النفسي، أو بيعتبروه قلة إيمان، أو بيعتبروه ضعف شخصية، أو دي أسوأ ما بنشوفه الحقيقة. ولكن في مجموعة كبيرة من الناس بدأ يبقى عندها وعي، يبقى عندها ثقة أكتر في الطب والعلم، وعايزين فعلا يساعدوا أولادهم. فنتمنى إن عدد الناس دي يزيد إن شاء الله. طيب، نصيحتك الأخيرة كده للمصريين. نصيحتي للمصريين يدخلوا على المنصة ويعرفوا معلومات أكثر عن الصحة النفسية. هو أولاً، أنا شاكر للمنظومة الجديدة أو للفكر الجديد، إنه أنا بشوف حاجات في وزارة الصحة، بشوف حاجات في وزارات معينة، وأنا مقدر جداً دور حضرتك ودور الزملاء اللي موجودين مع حضرتك في هذه المنظومة، وعارف إن أنتوا بتقوموا بدور رائع بجد والله. عارف ان انتوا بتقوموا بدور رائع جدا 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 في توعيه المصريين في قضيه الوعي اللي احنا بنتكلم فيها، وعارف ان انتوا لا تبخلوا باي صوره من الصور ان كنتوا يعني تضعوا حلول جذريه لمشاكل المصريين في هذا الاطار. بشكر حضرتك الدكتوره منن عبد المقصود، الامين العام لمستشفيات الصحه النفسيه بوزاره الصحه. الجرايد عامله الحقيقه تغطيه محترمه جدا لمساله الحوار الوطني. يعني الأهرام، الجمهورية، الوطن، الحقيقة بعض الحاجات كده خليني أقول لحضراتكم عليها. يعني الأستاذ أحمد أبو المعاطي كاتب في الأهرام المعارضة والحوار الوطني، وبيقول أنه أفضل ما أسفرت عنه دعوة الرئيس بالإعداد للحوار الوطني المرتقب، وتلك الحالة من الجدل والنقاش الدائر حاليا في العديد من الاوساط السياسيه والنقابيه والمهنيه بتنوعاتها المختلفه في مصر، والتي تصل في بعض الاحيان الى درجه الحده. والحقيقه ده كلام مهم، ان اللي بيقوله الاستاذ احمد المعاطي في هذا الاطار عمليه الجدل، وده كنا مفتقدينه في بعض الامور، لكن الحمد لله رجع تاني. الاستاذ عاصم بسيوني بيتكلم في الجمهوريه عن الحوار الوطني والمصلحه العليا، بيقول يقيني ان الحوار سينجح وسيرد على كافة المشككين والمغرضين، وسيكون فتحت خير ونقطة التقاء بين كافة الأطياف، لأن الرئيس فهم يعني تعهد بحضور بعض جلسات الإدراك أهميته وأهمية الحوار الوطني يعني، وطلب برفع توصياته إليه شخصيا كاحتضان واحتضان الأكاديمية الوطنية لتدريب هذا الأمر. ده أمر ضروري جدا، يعني خلي بال حضراتكم أنه ما يصدر هذا الأمر من رئيس الجمهورية، الدعوة تصدر من رئيس الجمهورية في رمضان اللي فات، وأنه هذا الزخم اللي موجود بكل الاطياف بكل الاحزاب بكل التيارات بكل، كنا بنقرا خالد داوود من شويه بيتكلم في هذا الامر، لما بنتكلم الجلسات تنطلق خلال الاسبوع الاول من يوليو المقبل، الاجنده السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه حسب صحيفه الوطن، والاستاذ امام احمد بيتكلم في هذا الامر وبيتكلم عن الاكاديميه الوطنيه للتدريب وان جهاز الاستقبال الحوار الوطني في هذا، ده شيء كويس جدا. حوكمه القضيه السكانيه والحوار الوطني، والاستاذ الدكتور عمرو حسن بيكتب في الوطن بيتكلم في هذا الاطار برضه، بيتكلم عن القضيه السكانيه وان لازم يكون في حس من القضيه السكانيه. ما هو دي برضه من درجه معلش عدم الوعي. انا لما الاقي حضرتك ربنا يدي الناس الصحه وطوله العمر ودايما يستمتعوا بولادهم، لكن انا مثلا اشوف واحد مخلف ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة، ما هو اتنين كويس يعني على حسب حتى وضعك المالي وضعك الاقتصادي، اتنين كويس. ايه اللي يخلي حضرتك مثلا تخلف خمسة يعني؟ وبعدين في مشكلة معلش انا مضطر ان انا اتكلم عليها لانها بتحصل كل فترة، انا كل اسبوع كل 10 ايام بسمع ده. واحد ربنا وعده مثلا خلف ثلاث بنات، يفضل ماشي ورا الخلفه ويجيب الرابعه ويجيب الخامسه ويجيب السادسه، كفايه يا عم الحاج ست بنات الله يكرمك كفايه، لا اصل انا عايز ولد. وبعدين ممكن يسيب ام الست بنات ويروح يتجوز واحد، وفاهم الموضوع غلط، وربنا ده منك انت مش من الزوجه، الموضوع منك انت. يعني مساله التنوع دي اللي هو ذكر وانثى من عند حضرتك مش من زوجتك يا عمنا. فحضرتك خلفت ست بنات مستكتر على نفسك ست بنات، لا تخلف يا عم، اهدى اهدى، ده انت هتخش الجنه والله لو ربيتهم صح. لو جبت بنتين وربيتهم صح هتخش الجنه، ثلاث بنات وربيتهم صح هتخش، ايه حكايه انك انت تقعد تدور وبعدين تروح تتجوز تجيب كمان بنتين من الزوجه؟ في ايه يا عم الحاج؟ رجاء يعني نرشد الموضوع ده شويه، مش نرشده نلغيه
ربنا يبارك لكم في اولادكم يعني، ربنا يبارك لكم في اولادكم. فاصل ونرجع لحضراتكم. عندنا لحضراتكم، كنا اتكلمنا قبل كده عن كوبري عمره 137 سنه وقايل للسقوط، والحقيقه دي كانت قريه العزيزيه مركز بنيه القمح محافظه الشرقيه، قالوا ان في كوبري عمره 137 سنه قايل للسقوط. عرضنا المشكله الاسبوع اللي فات، تواصلنا مع وزاره الري ونزلت لجنه بحضور بعض نواب الدايره اتحركوا كمان، وكان رد الوزاره ان مفيش جدوى للكوبري بسبب وجود كوبري قبله، واللجنه قالت ان هيتم ازاله الكوبري خالص. في حاله ان الاهالي عايزه الكوبري هيتم الترميم على نفقه الاهالي، يعني الكوبري اللي موجود ده هيحتاج ترميم ويحتاج ميزانيه. فالاهالي قالوا لا احنا محتاجين الكوبري ده ومستعدين ان احنا نساهم في الترميم، ووافقوا على كده. والحقيقه يعني عملوا كده ما يسمى ملحمه اهليه للحفاظ على الكوبري اللي بقى له 137 سنه، ووزاره الري وافقت على هذا الامر وهيتم ترميم الكوبري وان شاء الله يبقى تمام. مدينه الاخاء يسكنها 1700 اسره، وكنا بنتكلم قبل كده وقلنا انه ممثلين لمدينه الاخاء الحقيقه قابلوا محافظ القاهره قبل كده، واحنا بعد ما اتكلمنا في الموضوع حصل برضو ان هم قابلوا، مش عارف الصور موجوده عند الشباب ولا لا، حصل ان هم قابلوا برضو، دي اخر مقابله او اخر يعني مسعى انه هم يروحوا لمحافظه القاهره، ودي مقابله برضو في محافظه القاهره وكده. الحقيقه انا بناشد محافظ القاهره السيد اللواء خالد عبد العال، وبقى ناشد المهندسه جيهان عبد المنعم او نائب المحافظ المنطقه الجنوبيه، والمهندسه جيهان جادو رئيس حي طره. الناس دي الاهالي التقت هذه الشخصيات المحترمه، لكن مفيش جديد على ارض الواقع، بياخدوا وعود ولا تنفذ. فانا بوجه ندائي للمهندس خالد عبد العال، للواء خالد عبد العال محافظ القاهره، يا سياده اللواء الناس فعلا عندها مشاكل، وانا شخصيا يعني شفت بعيني المشاكل موجوده على ارض الواقع هناك. فانا اتمنى من حضرتك ان يكون في جديه في التعامل مع مشاكل مدينه الاخاء، وتحاول بقدر الامكان يعني نشوف الاولويات ايه هناك ونحلها، لان الناس دي بقى لها اكتر من 20 سنه وهي بتعاني من المشاكل دي، وهم الحقيقه كانوا مبسوطين جدا لما قابلوا حضرتك، لكن حضرتك برضو اصدرت اوامرك بانه يتم التعامل بجديه مع هذه الامور، والحقيقه مفيش حاجه حصلت. فانا اتمنى في هذا الامر انه حضرتك يعني يكون في حل جذري لمدينه الاخاء، وناخد يعني تعهد كده باذن الله مع حضرتك او مع المحافظه انه يكون في اهتمام خلال الاسبوع القادم باذن الله. الصفحه تاني، عشان يعني احنا لينا طاقه في استيعاب المشاكل، لكن مثلا احد المشاهدين زعل يقول لك ان انا كان عندي مشكله وخسرت وكان عندي قضيه خسرتها قدام ثلاث جهات من جهات التقاضي. هو عايزنا نتدخل، ندخل في ايه يا فندم؟ ده قضاء، وانت حضرتك خسرت قضيه في ثلاث جهات، احنا ندخل نعمل ايه؟ يعني وبعدين المشكله هنتدخل، حضرتك زعلت وفينا واحد برضو قال ان انا قدمت مشكلتي ومش عارف ايه وفي احنا قدام القضاء، احتراما وتقديرا للقضاء احنا يعني هندخل فين؟ الموضوع منظور قدام القضاء له كل الاحترام والتقدير عندنا، هنتدخل في ايه يا فندم؟ فارضه ناخد امننا. يعني حتى زي زملاء بيقولوا لي كده، في حاجه اسمها شكوى منطقيه، منطقيه الشكاوى كده، انا مش هاخد شكوى واروح، لان يهمني جدا ان انا اكون بلجا للجهه اللي ممكن تتحلي فيها الشكوى، وانا بلجا اليها بكل احترام. عم عزت نصف قرن في صناعه الحصر، خلينا نشوف، وده تابع لقريه لمركز المنزله بالدقهليه، وعمره 57 سنه. خلينا نشوف قضيه عمي عزت ونرجع لحضراتكم.
أنا اسمي عزت محمد محمد أحمد من متفارس مركز بني عبيد، شغال في المهنة دي وأنا عندي 8 سنين عمره وأنا شغال فيها، فضلت أشتغل فيها لغاية ما أديت الخدمة العسكرية. بعد ما طلعت من الخدمة العسكرية حسيت إن البلاستيك يعني سيطر عليها جامد، ما عادش لنا مكان. مهنة مطلوبة جدا، يعني كون ان انت تشتغل حصري زي الكهربائي السيارات زي الميكانيكي بتبقى مبسوط ان انت ابنك شغال كهربائي او كده، هي دي برضو نفس الحكاية، كانت مطلوبة الاول جدا. ما كانش حد يتخيل في يوم من الايام ان هي ممكن تنقرض او ما يبقاش لها مجال. لما حضرتك قامت الثورة ورجينا هنا بقى طبعا كل واحد اجى مكانه، بدأت أمارس المهنة تاني لأن هي مهنتي وما اتعلمتش إلا هي. لقيت المهنة عليها إقبال جامد، يعني عادت مطلوبة. يعني حضرتك الشغل اللي أنا بشتغله ده بروح الرياض في السعودية، ناس بتمدمي الشلت بالتفاقين معايا الشغل ده ما بشتغلش إلا لهم. هو الصنعة كلها واحد بس، ولكن اللي بيختلف ان المقاسات اللي مطلوبه دي بتبقى طلبات معينه، مفيش فيها الوان، كلها ابيض. اللي جاي يتكلم بيتكلم في شغل ابيض، مش عايز علامات ومش عايز الوان زي دي، لان الطلبيه كلها كده. لما بتيجي تعمل قياس لزبون لابد بتعمل له سيور وعلامات وكده، زي المصله السجاده دي اهي، دي سجاده صلاه، لازم برضو تكون مهيئه ان هي سجاده صلاه. التكلفة في متناول الجميع، القياس ده مش غالي ولا حاجة خالص، القياس ده مش غالي، وفي نفس الوقت يفترق يعني يختلف كل جزء عنه عن البلاستيك. البلاستيك انت لو قعدت على حضرتك على قياس زي ده دلوقتي استحالة تحس ان جسمك سخن وانت قاعد، دايما رطب حتى لو في الحر اهو. خدت بال سيادتك؟ ناس كتير جدا متعلقة بالقياس ده خالص، الناس بدأت ترجع للقياس ده بطريقة رهيبة. صدقني حضرتك الناس بدأت ترجع للقياس دي بطريقة رهيبة. الحقيقة تاني وبكرر كل أسبوع بقول لحضراتكم التقارير اللي زي دي بتغسل الواحد من جوه، بتفوقه، بتقول له شوف الناس دي وشوف السعي وشوف الرضا وشوف القناعة. يعني ربنا يدي الناس الصحة، والله ربنا يديهم الصحة ويبارك لهم. يعني دول ذخيرة كبيرة جدا من الاحترام والتقدير. يا فندم والله الواحد وهو صغير كده كانت الحاجات اللي زي دي ما كنا نجيب شريط جديد كنا نجيبه في الأعياد اسمه قياس. والله يقول لك هات القياس الجديد. دلوقتي بقى موكتات وسجاجيد وبتاع ومش عارف ايه، ودي كانت صحيه جدا جدا، وكنت تنام عليها يا اخي تقوم تلاقي ظهرك زي ما يكون واحد كده رسمه، وبس كنت تنام كنت سعيد، تحط مخده كده. والله ياه، في المدخل كده بتاع البلكونه، ما كانتش البلكونات زي دلوقتي كده، في لا البلكونه كنت تحس انها محاطه بنوع من الامان النفسي كده. والله كان في حته كده في البلكونه، التلت البلكونه كده، تحس ان ابويا الله يرحمه يروح عامل جدار كده او اي حد في الريف عامل جدار كده صغير قوي واخد نص البلكونه، هو بقى والدي يعني ينام ورا الجدار ده، انا انام ورا الجدار ده، اي حد ينام ورا الجدار ده بكل اريحيه بكل سكن بكل هدوء، وتنام يا اخي وتقوم ولا والحراره كانت بتبقى مثلا 40 برضه وتقوم زي الفل، وتبقى كده صح. الواحد دلوقتي بينام على السجاجيد، بينام يا اخي على المراتب، على المراتب السفنج والبتاع، بيقوم مش مرتاح. تخيل يعني، بص ناس كتير جدا يقول لك انا المرتبه عندي مش عارف ايه وبتاع وكلام من ده وطول اخره، مش مرتاح. القياس ده ولا الشريط ده كنا يا على الايام دي.
الله يديك الصحة يا عم عزت، لك منا كل الاحترام والتقدير. طيب حوار بقى يعني هيبقى كده بشكل كده جميل ولطيف. دكتور احمد دنقل مدير إدارة رضاء المنتفعين، انا عجبني قوي التايتل ده كاتب مدير إدارة رضاء المنتفعين بهيئة الرعاية الصحية احدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل. خلينا نقابله ونتشرف بيه بعد لحظات ونشوف يعني ايه رضاء المنتفعين بعد الفاصل. انا قلت الدكتور احمد دنقل فانا فاكر الراجل مثلا داخل 60 70 سنه ولا حاجه، لقيت يا عمي واحد دكتور احمد دنقل ايه الجمال ده؟ يعني ايه الجمال ده في الـ في الـ في التعرف والتعارف والـ والـ والخبره، وفي نفس الوقت ال بيسموها ايه السماحه، يعني تحس ان الناس سمحه كده، يقول لك انت وشك سمح، لا الناس دي وشها سمح، يعني احنا داخلين، لا داخلين على مرحله حلوه بجد والله العظيم. دكتور احمد دنقل مدير اداره رضاء المنتفعين بهيئه الرعايه الصحيه احدى هيئات منظومه التامين الصحي الشامل، صح كده يا دكتور؟ صح يا فندم. برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك، انا بشكر حضرتك جدا وبشكر فريق الاعداد على الدعوه الكريمه، وانا يعني احد المعجبين بحضرتك والمتابعين لحضرتك من زمان جدا. ده شرف لي. وعارف قد ايه حضرتك مهتم من زمان بملف الصحه. مدير اداره رضاء المنتفعين بهيئه الرعايه الصحيه. مظبوط. طيب ده بالنسبه للقانون التامين الصحي الجديد رقم 2 لسنه 2018 اللي هو مطبق دلوقتي في 3 محافظات. بالظبط يا فندم. اسماعيليه وبورسعيد والاقصر. بالظبط. صح كده؟ المفروض بعد قد ايه بعد 10 سنين تقريبا هيبقى شامل كل المحافظات ان شاء الله يا فندم. وبالفعل كان في توجيه من فخامه الرئيس ان لازم يتم تطبيق هذه المنظومه في خلال 10 سنوات بمحافظات الجمهوريه كلها. طيب انا متمتع بنظام التامين الصحي في 3 محافظات دول. تمام. التامين الصحي الشامل. التامين الصحي الشامل. تمام. اعتبر نفسي بورسعيد. تمام. ودخلت مستشفى من المستشفيات عندي مرض ما فدخلت. تمام. وخلصت اجراءاتي وهو الاخر ومش راضي عن حاجه معينه، اوصل لكم ازاي ان انا مش راضي؟ طيب يعني طبعا ابدا بس مع حضرتك، الفكره جت ازاي؟ الفكره جت المهم احنا بنشتغل دلوقتي في ظل قانون تامين صحي شامل، الغرض منه ان الجميع يكونوا سواسيه وان الناس كلها تحصل على خدمه طبيه بالعداله والانصاف. تمام. اللازم، وده اللي كفله قانون التامين الصحي الشامل. تمام. وبناء عليه كان طبعا هيئه الرعايه الصحيه لابد ان هي تتخذ مسار مختلف شويه عن السائد او الموجود في القطاع الحكومي. فتم استحداث اداره وهي اداره عامه الحقيقه، الاداره العامه لرضاء المنتفعين وتتبع السير الدكتور رئيس الهيئه مباشره. الاداره دي قائمه على رقم واحد ان هي تقيم تجربه العميل او المنتفع من لحظه دخوله المنشاه الصحيه للحظه خروجه من المنشاه الصحيه. وبالتالي هنا بيظهر لي بعض التحديات. وبالتالي هنا تبدا تظهر الشكاوى. هي الشكوى معناها ايه؟ تعبير عن عدم الرضا. تمام. فاحنا لما بنحل هذه الشكوى بنبدا بعد كده نقيس مؤشر رضا هذا العميل او هذا المنتفع. احنا بطلنا نسميه عيان على فكره، يعني مسمى عيان او مريض لا بطلناها دي تماما خالص في النظام الجديد. في النظام الجديد وداعا لمسمى عيان. لا مفيش عيان خالص، مفيش عيان، احنا بنسميه منتفع او عميل بمنظومه التامين الصحي الشامل. ايه الجمال ده؟ يعني دلوقتي مش ما 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 في التامين الصحي باذن الله ما فيش حاجه اسمها عيان او مريض، اسمه منتفع او عميل. منتفع او عميل. بالظبط كده. آه. وبالتالي طبعا بيتم تحليل بقى العمليه، يعني وداع لكلمه عيان ومريض في القانون الجديد في منظومه التامين الصحي الشامل. وداخل منشات هيئه الرعايه الصحيه ما بنسميش عيان او مريض. بنسميه منتفع او عميل. بيتم بقى تحليل تجربه المنتفع ده من لحظه دخوله باب المنشاه لحد خروجه، يعني مرورا. ده عايز اقول لحضرتك على حاجه. ده صح. ده صح. مش بس، لا والله ده اللي بيحصل يا فندم، انا هقول لحضرتك بس. يعني احنا مثلا دلوقتي في منشات الهيئه العامه للرعايه الصحيه ما فيش حاجه اسمها ان انا اتوجه للمنشاه الصحيه واسلم اسمي او اسجل اسمي علشان ادخل احجز، لا ده وحضرتك في البيت بتتصل بالخط الساخن بتاعنا اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي اللي هو 15344 وبتقول ان انا عايز احجز داخل وحده كذا او مركز كذا، وبالتالي بيتم الحجز لحضرتك، بيتم اعلامك تتوجه يوم ايه الساعه كام. ف
من لحظه كمان تجربه العميل 15 3 44. ايوه ده في الثلاث محافظات اللي فيهم تطبيق سوشيال ميديا المنظومه الجديده، مش حد يخش يقول لك احنا اتصلنا ومحدش رد. هو ده اللي بيحصل يا فندم على فكره. احنا عندنا مكالمات بتيجي بشكل استفسارات، والناس والله يعني صدقا بمنتهى الامانه بتسال هو امتى المنظومه دي هتطبق في محافظتنا. ده اللي احنا بنستقبله دلوقتي من لحظه ما تم تفعيل المنظومه، وبدات الناس اللي بتتردد على محافظه بورسعيد او اسماعيليه او الاقصر تتطلع بقى لا ده المستوى تغير، ده في تحسن كبير جدا جدا في القطاع الصحي. ده انا عايز حضرتك دكتور السوك يا دكتور سوك ربنا يكرمك يعني كل تحياتنا وتقدير. انا بسمع حضرتك كتير والله يا دكتور سوك، بسمع عنك كلام كويس قوي، فانا بشكرك شكر جزيل. انا عايز حضرتك كده او عايز ال 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 الهيئه الرعايه الصحيه تاخدني من ايدي كده في يوم ونروح واحده من المحافظات اللي بتعمل انا عارف ان ده حصل قبل كده، احنا جاهزين، بس خليني ادق دايما على باب الامل. تمام يا فندم. ادق دايما على باب التفاؤل. تمام. يعني قمه التاثر اللي حضرتك بتقوله ده. والله فانا ده اللي حاصل، وانا بدعو حضرتك في زياره لو عايز من بكره الصبح. حضرتك لا انا الاسبوع الجاي قول لي حضرتك عايزني امتى ونيجي ونغطيها، والاسبوع الجاي تتذاع. خلاص اللهم استعان. بتكلم بحضرتك بمنتهى الامان. شرف وتنور يا فندم. يعني اللي حضرتك بتقوله لي ده شيء يعني انا الحقيقه جوايا يعني مشاعر يمكن مش كتير بحسها. انك انت بتحترم ادميه البني ادم اللي جت اللحظه اللي انا اشعر انه المريض بقى اللي حضرتك قلت ما عادش فيه مريض ولا عاد فيه عيان، في منتفع. صح كده؟ صحيح. في منتفع ليه كل الحقوق وليه كل الاحترام لادميته. ده حقيقي يا فندم. انا وصلت لمرحله ان انا اقول يعني تحيا مصر بكل يعني بكل ما اوتيت من قوه في هذا الامر. هو بصراحه يا فندم هي الفكره برضو، يعني احنا طلب مننا كده في بدايه تطبيق التامين الصحي الشامل اننا نذاكر رؤيه مصر 2030 وان احنا نطلع عليها ونحلل كل البنود الوارده فيها بدقه. فاحنا لقينا يعني بندين في رؤيه 2030 هم اللي كانوا الانطلاقه لتفعيل هذه الاداره وهذا المسمى الجديد اللي هو رضا المنتفعين. لما اتقال ان انا لازم يكون عندي تصور ويكون عندي تطلع لدى المواطن او لدى المنتفع ان هو ازاي يحصل على خدمه صحيه لائقه وان هو يشعر بالرضا. فمن هنا جت الانطلاقه بتاعت فكره رضا المنتفعين. عايز اقول لحضرتك ان احنا يعني بمنتهى الامانه يعني الدكتور احمد السبكي الحقيقه بيتهاون، ممكن يتهاون في اي شيء الا شكوى منتفع، او الا ان يكون منتفع غير راضي عن الخدمه اللي هو حصل عليها داخل منشاه الهيئه العامه للرعايه الصحيه. الحقيقه احنا عندنا فريق عمل منتشر داخل جميع منشات الهيئه العامه للرعايه الصحيه، واسمح لي يعني ان انا بعتبرهم ابطال الحقيقه بالرغم من طبعًا ان المفهوم طبعًا جديد وان العمليه والمهمه نفسها جديده، لكن وصعبه الحقيقه شويه لان احنا لسه في البدايه، لكن الحقيقه هم قمه في الاخلاص وقمه في التفاني وقمه في الرحمه. وعايز اقول لحضرتك ان الرحمه احد قيم الهيئه العامه للرعايه الصحيه. يعني لما تم وضع قيم الهيئه العامه للرعايه الصحيه كان فيها الرحمه والتجرد والمسؤوليه والمساءله. عايز اقول لحضرتك ان تقريبا الثلاث قيم بيخدموا على رضا المنتفعين. الاليه بتاعتنا في التعامل مع المنتفعين اتغيرت. كان عندنا رؤيه وتطلع ان احنا نغير فكره صندوق الشكاوى. خلاص انا بقى دلوقتي يعني خلاص بتطور وبتغير وبصلح، فلازم اغير المفاهيم اللي عند الناس. فلما كنا بننزل المحافظات نعمل كده، انا بسميه تخطيط اجتماعي، يعني فبنسال الناس تطلعاتكم ايه للتامين الصحي الشامل، او انت عايز ايه من الدوله فيما يخص التامين الصحي الشامل. كان كل كلامه بنقدم شكوى ما بيتمش الاستجابه ليها، ولو تم الاستجابه ليها بيبقى يعني على فتره كبيره من الزمن. وقفنا هذا الكلام تماما وبدانا نكون ونشغل مركز خدمه عملاء، بدانا ننشر فرع عمل رضاء المنتفعين داخل المنشات التابعه للهيئه العامه للرعايه الصحيه. وبدانا كمان لما اجي اقيس مؤشر رضا المنتفعين انا مش بس بعتمد على فريق العمل، ده انا بخلي كمان المركز خدمه العملاء او الكول سنتر اللي انا مشغله فيه عمليه الحجز واستقبال الشكاوى والاستفسارات وغيره هو كمان يتصل بالناس ويقيس مؤشر رضا المنتفعين. وبالتالي انا اصبح عندي جهتين
بتقيس مؤشر رضا المنتفعين بقارنهم ببعض، وفضل الله بفضل الله يعني دايما بتطلع متساويه وموازيه الحمد لله. يعني في ضوء الملاحظات بتاعتكم والرصد بتاعكم والمؤشرات بتاعتكم ابرز الشكاوى بتبقى عن ايه؟ بص يا فندم، هي الفكره كلها ان التامين الصحي الشامل يعني بيعزز فكره طب الاسره. احنا دلوقتي عندنا جميع المراكز والوحدات التابعه لمنشات الهيئه العامه للرعايه الصحيه جديده متطوره بالكامل، وبالتالي بيبقى في كل اسره لها ملف داخل هذه الوحده او المركز، بيتم بمجرد ما المواطن بيروح يسجل. يا فندم ده في الثلاث محافظات؟ والله الثلاث محافظات يا فندم. انا بدعو حضرتك للزياره علشان في بورسعيد والاقصر واسماعيليه اللي حضرتك بتقوله ده حصل. حصل والله. وهيحصل في بقيه المحافظات ان شاء الله يا فندم باذن الله. في العشر سنين احنا على اعتاب دلوقتي يعني جنوب سيناء والسويس واسوان باذن الله. جنوب سيناء واسوان والسويس. والسويس ثلاث محافظات بالظبط. هينتهي منهم امتى؟ يبقى عندنا ست يعني محافظات. ممكن نقول يا فندم مش هتتعدى ان شاء الله لمده ثلاث شهور بحد اقصى. ثلاث شهور هيكونوا داخلين المنظومه ان شاء الله باذن الله. انا مبسوط كمان من ان كنتوا جبتوا المحافظات اللي كانت عندها مشاكل صحيه فعلا. بالفعل يا فندم، وده كان مخطط. يعني السويس، سيناء، بورسعيد، جنوب سيناء. لا انتوا اذكياء قوي في فكره انك انت رحت الحته دي. هو بالفعل يا فندم ده كان مخطط من قبل اداره المشروع. اداره مشروع التامين الصحي الشامل. ان النظر للمحافظات اللي كانت بتعاني من بعض المشاكل الصحيه، وبالتالي احنا بندخل المحافظه تقريبا كده البنيه التحتيه بتاعه المنشات كلها بتبنى من جديد وبيتم تطويرها بالكامل. طيب استاذ احمد بس على 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 واتساب بيقول لي هو القاهره امتى؟ ف يعني مش عارف انا انتوا المرحله الاخيره دي بقى يا فندم ترجع لاداره المشروع في الخطه الزمنيه اللي تم وضعها من قبل اداره المشروع. طب استاذ احمد احنا ما بنتكلمش على القاهره، احنا بنتكلم على الثلاث محافظات اللي بيتطبق فيهم دلوقتي منظومه التامين الصحي الشامل الجديده، وبدات في ثلاث محافظات بورسعيد اسماعيليه الاقصر، وان شاء الله باذن الله المرحله الثانيه هتبقى جنوب سيناء مش كده، او ست محافظات في المرحله الاولى. يبقى عندي جنوب سيناء وعندي السويس واسوان ثلاث محافظات ان شاء الله. ناخد بالنا من الموضوع مش في منطقه واحده، ناخد بالنا لا احنا يبدو ان هم بيتم يعني اختيار المحافظه حسب الوضع الصحي بتاعها. انا زملائي كانوا بيقولوا لي انه هيبقى بعد كده في حاجه اسمها طبيب الاسره. طبيب الاسره صح كده؟ ما هي زي فندم اللي بتكلم فيها وحدات طب الاسره. لا المسمى يعني انا دلوقتي لو انا من بورسعيد حاليا دلوقتي وفي اسماعيليه وفي الاقصر في طبيب انا عارفه ان الطبيب ده بتاعنا. بالظبط يا فندم، هو اللي بيحصل والملف بتاعي انا كعيله عند الطبيب ده. بالظبط يا فندم، هو بمجرد المنتفع ما بيتوجه للوحده او المركز الطبي علشان يسجل في منظومه التامين الصحي الشامل بيتفتح حاجه اسمها ملف اسره. ملف الاسره ده بيكون متضمن كشف وفحص طبي شامل لكل اعضاء الاسره، وبالتالي بيبقى لدى قاعده بيانات الهيئه العامه للرعايه الصحيه كل ما يخص الملف الطبي والتاريخ الطبي لهذه الاسره. فلما بيتردد علينا مره ثانيه احنا بنبقى عارفين اخر مره ايه اخر اجراء حصل عليه، ايه اخر كشف مر بيه، وبالتالي بيبقى عندنا قاعده بيانات كامله عن كل الاسره. وبيحجز، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، لما بيتصل بالكول سنتر وبيحجز هو بيتم بيقول انا عايز الدكتور فلان، فهو ليه الاحقيه الكامله ان هو يختار الكول سنتر بيرد عليه بيقول ده لو ما عندوش طبيب لسه. بالظبط، هو بيختار الطبيب. بص يا فندم، هو تبع المحافظه ولا تبع ولا ممكن هو طالما مسجل بمجرد ما بيملي الرقم القومي بتاعه او الرقم التامين الخاص بيه بيظهر قدام المتلقي المكالمه في الكول سنتر كل ما يخص بيانات هذا الرجل واعضاء اسرته، وبالتالي بيقول له اصل كده كده الوحده جنب بيته. يعني حضرتك لو نزلت بورسعيد هتلاقي تقريبا بنتكلم في 37 وحده ومركز. فالكل حيز جغرافي بيبقى فيه عدد من الملفات وعدد من الاسر بيتم تسجيلها على هذه الوحده او هذا المركز. انا مش انا اللي بقول، مش انا اللي بقول، بس انا ممكن انقله لحضراتكم على الواقع يعني عشان برضو نوثق الكلام عمليا. وبعدين ده مش اهتمام وزاره، ده اهتمام رئاسه، يعني مشروع دوله. فكره انه المنظومه الصحيه في البلد كلها نحو التغيير بعد 10 سنين، فده صح كده؟ صح كده يا فندم. وكمان عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني دور رضا المنتفعين لا ينحصر ولا ينتهي داخل المنشأة. احنا عندنا مسؤولية مجتمعية كمان شغالين عليها، عندنا مبادرات
مستمره بتتبناها الهيئه العامه للرعايه الصحيه، لازم وعضو اساسي وركيزه اساسيه لتنفيذ هذه المبادرات مسؤول رضا المنتفعين. فضلا عن احنا عملنا حاجه لطيفه جدا الفتره اللي فاتت، شكلنا حاجه اسمها المجلس التنفيذي لرضا المنتفعين. ده فكرته يا فندم كالاتي: كل شهر بنجيب عدد الشكاوى الخاصه بالوحده الصحيه او المركز او المستشفى، وبنقعد جميع قيادات المنشاه بيبقوا حاضرين، وبنجيب مين بقى؟ ممثلين عن المنتفعين علشان يحضروا على ترابيزه واحده زي ما انا قاعد مع حضرتك دلوقتي. مواطنين ممثلين عن المنتفعين. طبعا طبعا ده بيحصل بشكل شهري وما فيهوش تهاون. وبنقعد على ترابيزه واحده وبنناقش مشاكلنا ويكون هو مطلع عليها، علشان ده بالنسبه لنا بيكون شكل من اشكال المشاركه المجتمعيه. ان احنا نوصل للمجتمع الخارجي ان حضرتك صاحب هذه المنشاه، مش جاي تاخد خدمه وتروح او تمشي، لا 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 خالص، انت صاحب هذه المنشاه ولك كل الحق انك يعني تشارك في التحديات اللي بتواجهها، وفي نفس الوقت كمان تحتفي وتحتفل لما يكون المنشاه ما فيهاش اي مشاكل او تحديات. في حاجه اسمها رضاء العاملين جوه رضاء العاملين بالفعل يا فندم، دي اداره ثانيه او ده محور اخر برضو بتتبناه الهيئه العامه للرعايه الصحيه، وضعته على البناء التنظيمي الخاص بيها. ودورها طبعا ان زي ما احنا بندعم المنتفعين لازم تكون عندنا اداه ثانيه علشان تدعم العاملين وتقدم لهم كل الدعم المعنوي اللازم. على يعني انت مش واقف على رضاء المنتفع، هو مين اللي هيرضى المنتفع؟ انت واقف على كمان رضاء العامل. طبعا اللي جوه طبعا العامل اللي هو يعني من فوق لتحت، يعني اي حد بيعمل في المنظومه. بالظبط يا فندم، هي عشان يقدم برضا. بص يا فندم، هي الهيئه رفعت شعار كلنا رضاء منتفعين، وليس الاداره العامه رضاء المنتفعين فقط هي القائمه على رضا المنتفع، لان في النهايه انا كمسؤول رضا منتفعين لما بتحصل شكوى او تحدي معين انا برجع لمقدم الخدمه، برجع لقيادات الهيئه المسؤولين عن القطاعات المختلفه فيها، وبالتالي بيبقى فيه دايما تواصل مستمر. فاحنا كلنا رفعنا شعار كلنا رضاء منتفعين. طيب اللي هيرضي المنتفعين لازم هو كمان يكون راضي. والحقيقه ده حاصل يعني بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت، في تغير وفي نقله حصلت حتى في الكادر والعنصر البشري. ده مش نقله يا فندم، انت بتتكلم في لا ده انا يعني من الحاجات اللي انا يعني انا مستوعبها في ظل الوضع الجديد، وفي ظل الاحترام ادميه البني ادم. بس انا الحقيقه ما كنتش مستوعب انها بالجمال ده، يعني بجمال الناس والمسؤولين، وان هم بينفذوا فكره جميله وتوجيهات رئاسيه حاسمه، احترموا ادميه الناس. فيبدو ان الناس خدت هذه التوجيهات وحطوها على الترابيزه ووصلوا لمستوى متكامل جدا من الخدمه للعميل. صح كده، للعميل او للمنتفع. بالظبط كده. انا هنتظر حضرتك تاخدني من ايدي كده. عينيا يا فندم. او تاخدني عينيا يا فندم، تاخدني كده من ايدي. ده شرف لي. وانقل لحضراتكم هذا الامر من احد المحافظات اللي هي الاقصر او الاسماعيليه او بورسعيد خلال هذا الاسبوع او الاسبوع ايا كان حسب ما نتفق، وانقل لحضراتكم هذا الامر بكل حب، لانه احنا في النهايه احنا هدفنا انه زي ما الراجل كده ده مريح يعني في كلامه ومريح في سلوكه ومريح حتى في دخوله علينا كده، هو بيسلم علينا يعني تحس كده انك انت لا انا عايز ارضيكم انتوا كمان، وانا بقدم لكم خدمه التعريف بالمنظومه الجديده. خلي بال حضراتكم ان الدكتور احمد بيتكلم في فكره يعني جزء من المنظومه. صح كده، مظبوط يا فندم، جزء من المنظومه، ركيزه اساسيه. لكن احنا عندنا ده لسه المنظومه واسعه قوي ومتشعبه قوي لا احنا داخلين على مرحله حابب يعني مبروك للمصريين، مبروك للمصريين بجد يعني. اخر كلمه اذا سمحت لي حاجه اخيره، احنا كمان الفتره اللي فاتت كان بيتردد علينا الفئات الخاصه اللي هم يعني زي ذوي الاحتياجات، ضعاف السمع والكلام. عايز اقول لحضرتك ان احنا دربنا فريق رضا المنتفعين في الثلاث محافظات على التعامل بلغه الاشاره. لا دي مثبته يعني. حلوه وموجوده دلوقتي. موجوده يا فندم بالفعل. ان شاء الله يعني جاري التعاون كمان مع المجلس القومي لذوي الاعاقه علشان نعزز عمليه التدريب على التعامل مع الفئات المختلفه. من ذوي الهمم ان شاء الله. الدكتور احمد دنقل مدير اداره رضاء انا عاجبني اول مسمى. مدير إدارة رضاء المدافعين.
ده هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل. أنا بشكر حضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. شرفت بيك والله بجد. ألف خير يا فندم. ربنا يبارك وربنا يديك الصحة على مجهودكم بإذن الله. أشكر حضرتك فندم. فيما فات وفيما هو قادم إن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله. بإذن الله. شوف حضراتكم بإذن الله الخميس المقبل، لكم منا كل الاحترام والتقدير. تصبحوا